ماشي لا غراتان، هي شغل ايفتوت ولا احيض، هي تجي على شكل دولما. اونيو نديرو حنا اللي بولت على انديفيديو نديرهم بالمرقه ولا باش نقعدوا دائما في الهالتي ما نقعدوش عندنا المراقي بزاف ولا هنايا. واش تجي دي اون تور تاعنا اللي جيناش فما فيهاش المرقه بزاف. نعم هنا واش عندنا؟ عندنا كميه الكروم بعد ما قلنا درناهم في الماء وخليناهم لهنا حتى طراونا دوك الورق تاعنا، لان لازم نحولهم هذه العظمه اللي تكون فيهم خاطر هي ما طيبناش ما كان نديروها في الفرن نطيبوها تقعدنا دائما يابسه هذيك صافي. لازم هذه نحوها لهنا بالموس، ومن بعد ناخذوا ان بلا اللي يدخل الفرن نديروا له ان بابي كويسون باش ما يشدناش هذاك الكروم تاعنا في الطنجره ديالنا. نعم صافي نفرشوا كامل الورق تاعنا ونزيدوا نفرشوا في الوسط. على جانب ناخذوا لهنا لافارس ديالنا. واش عندنا؟ عندنا كميه الدجاج المفروم. انا من الاحسن ندير الدجاج المفروم باش يكون ناقص دهون خاطر كما هضرنا عليه البارح سيرتو درت الدجاج يكون ناقص فيه الغرام ما يكونش فيه هو دهون. هو يجيب مع اللحم مع لافيونداشي، يجي مع لافيونداشي اللحم المفروم. نعم حنا ديجا تعود هو يرفد بزاف لافيونداشي كنديرو صافي. من الاحسن يكون الدجاج مفروم خير ويكون موان غرام ناقص شويه دهون على اللحم المفروم. نضيفوا كيلة صافي، عندنا كيلة تاع الدجاج المفروم، نضيفوا له كيلة تاع الرز. انا الرز انا غليته نص طياب كما نقول صافي، ما يكونش غلا مليح طلع بزاف باش ما يتعجلناش. بعد ما يشلوه يغلوه. نعم دائما نشلوه، لازم نحوا له هذاك الغبار يكون فيه وهذاك النشويات اللي يكونوا فيه زياده. ومن بعد نضيفوا له لنا حبه تاع الجزر. انا دائما نقول نحب ندخل الخضر في الاطباق تاعي، حبه تاع الجزر اللي كنا سكرفجناها رقيقه، كميه تاع المعدنوس، انا حبه تاع الطماطم اللي كنا سكرفجناها مع كميه تاع الثوم، حبه تاع البصل صافي. واش عندنا؟ عندنا لهنا الرز، الدجاج المفروم، حبه تاع الجزر، شويه تاع المعدنوس، حبه طماطم اللي رحيناها كذلك مع سنينه تاع الثوم، حبه تاع البصل مقطع مكعبات، توابل واش عندنا؟ ملف فلفل الكحل، كميه تاع العكري، ولما بحبه تاع البيض. ومن بعد لهنا نعمروا هذاك الخليط تاعنا كامل في الوسط هذاك الكرم ديالنا، نعاودوا نغطيوه. وفي الاخير لهنا واش نديروا له؟ هنا لاصوص ديالنا. واش درنا؟ درنا لهنا كميه تاع الماء، ضفنا لهنا شويه ملف فلفل الكحل، كميه تاع العكري، ملعقه طماطم مصبره، وكمية تاع زيت ولا زيت زيتون، كل واحد على كل واحد وش يحب، على حسب الذوق، على حسب الذوق وعلى حسب كما نقولوا لا يدير ريجيم 100% يدير كمية تاع زيت زيتون خير. ومن بعد نخلطوا هذاك الخليط، نشربوا هذاك لاتورت ديالنا، ومن بعد نديروا لها بابي كويسون، نغطيوها بحاجه ثقيله باش الورق تاعنا كيطيبوا ما يتفتحولناش، وندخلوها طيب في الفرن. ما تدهنها ما والو من لا خاطر هي فيها لهنا في لاصوص تاعنا هذا اللي حضرناه. انا كرومبير نحبو.